مشاهدي الكرام السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج الطريق الى المجلس. الدكتور خالد علي سليمان الشمري المرشح عن قائمة الحسم الوطني رقم التسلسل 13، أستاذ في جامعة الموصل، عملت في جامعة الموصل منذ سنة 2006 إلى يومنا هذا، وتقلدت مناصب عديدة أبرزها كنت مديرا للتصاريح الأمنية في جامعة الموصل. يعني يمكن إذا أقول لك الحظوظ الأقوى حظوظا تقول مجاملة، يعني ربما جامل القائمة اللي أنا، ولكن الرأي العام والمنتشر بين الناس في طبقاتهم المتعددة هي قائمة الحسم الوطني أقوى قوائم حظوظا في الموصل. الموصل نعمة في الأمان، الآن على أهالي الموصل أن ينعموا بنعمة أخرى هي اختيارهم لممثلين في مجلس المحافظة، حتى حقوقهم لا تروح. لا أنت شلون تطالب بحقوقك وأنت ما انطيت صوتك ولا أنا صعدت، شلون أقدر أفيدك؟ رسالتي إلى أهلي في نينو أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع كعرس انتخابي، وأن لا يضطروا إلى بيع بطايقهم، لأن صوتك أمانة